السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخي وصفات أم عليا. اليوم إن شاء الله جبت لكم حلوة بزاف بنينة واقتصادية وسهلة التحضير، خاصة للمبتدئات، يعني تحضر في رمشة عين. إذا نحتاج في المقادير 250 غرام مارغرين تكون طرية، نص كاس مايزينا، نص كاس زيت، كاس إلا ربع سكر حبيبات، 2 حبات بيض، كيس خميرة كيميائية، ملعقة لافاني، قرصة ملح وفارينة. نحط جميع المكونات، نخلطهم جيدا حتى يولي الخليط كريمي. دائما هذا هو السر لنجاح حلوة الصابلي، لازم نخلطه جيدا بالباتور. بعد نزيد الفارينة والخميرة تدريجيا حتى تحصلوا على عجينة طرية. أيضا لازم تكون العجينة طرية جدا، ونخليكم مع طريقة التحضير ونتمنى لكم مشاهدة طيبة.
هذا هو الشكل النهائي للحلوة ديالنا بعد ما حطيناها في الكيسات. جا الشكل ديالهم راقي جدا، يعني حلوة حقيقة تحمر الوجه. مكوناتها بسيطة، صدقوني هذه الحلوة بنينة بنينة بزاف. نتمنى تجربوها لأنها حقا تستحق تجربة. راح نقسم لكم حبة تشوفوها كيفاش جات خفيفة وتتقسم بكل سهولة، مقرمشة وطرية في نفس الوقت. إن شاء الله تتبعي هذه الطريقة وهذه المكونات وتحصلي على حلوة من أروع ما يكون. أكيد ما راكش تندمي إذا جربتيها. إذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وبارطاجيو مع الأصدقاء، ونتلقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.